لو قناتك داخلة المراجعة، لو عندك المشاهدين ملاحظ ان الفترة دي المشاهدين قليلة جدا، عندك مشاكل في المشتركين وعدم ظهورهم، عندك شوية مشاكل في القناة اليومين دول، ان شاء الله كل ده هنتعرف عليه في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا قلت لكم ان انا في الفيديو الجاي ان شاء الله محضر مفاجأة جدا للقنوات القليلة او القنوات اللي عدت الالف مشترك او الاقل من الالف مشترك، وهي ان احنا هندعم القنوات دي عن طريق الفيديو بتاع النهاردة. طب ايه اولا دلوقتي عشان الناس تعرف اكتر في الفيديو ده ان شاء الله، عايزك بالنسبة للمسابقة بتاعت القنوات دي اللي هتدعم الفيديو الجاي ان شاء الله، عايز اول منك كومنت كويس. يعني اول حاجة انك تخش عندي في الكومنت وتكتب كومنت حلو من عندك، يعني مش عايز الحاجات اللي هي بتاعت ادعمني والكلام ده كله، يعني عايزك تكتب لي كومنت كويس منك، يعني كومنت كده افرح بيه لما اشوفه، تمام؟ وانا هخش في الكومنتات وهختار اختيار عشوائي، طبعا هختار بعد الفيديو بشوية كده، يعني مثلا فيديو هختار مثلا الحاجات دي قدام شوية، بحيث برضو ان يكون كل ايه المتابعين قدروا ان هم يكتبوا تعليقاتهم، وهشوف التعليقات وهختار كده قناتين او ثلاث قنوات في الاول بحيث ان انا ابدأ بيهم، تمام؟ وان شاء الله هندعم القنوات دي وهنشوف اذا كان الموضوع ده مجدي ولا لا، تمام؟ وان شاء الله النتيجة هتبان الفيديو الجاي القنوات اللي فازت معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا علي فوزي وفيديو جديد على قناة محترف النت. عدد كتير من المتابعين عندي في القناة بدأوا يشتكوا من حاجات كتيرة جدا، اولهم ان هو في دلوقتي ان المشاهدين عندهم قليلة جدا، رغم ان في الوقت ده بتاع الكورونا وحظر التجوال، فالمفروض يكون كله قاعد في البيت ويكون السوشيال ميديا بالذات عليها ضغط كبير جدا، والمفروض الناس يبقى عندها مشتركين كتير جدا او بالقصد مشاهدات كتير جدا، وبده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. اولا اول حاجة ده اللي انا عرفته عن طريق اليوتيوب، ان هو بالنسبة للقنوات اللي دخلت مراجعة في القناة، اولا القنوات اللي دخلت مراجعة، تمام، القنوات دي مفيش مشكلة بالنسبة لها، ولكن القنوات اللي دخلت مراجعة المراجعة هتتأخر شوية. يعني مثلا الاول كنا متعودين طالما المحتوى كان خاص بيك كان الفيديو بياخد يومين اتنين تلاتة يوم اربع ايام اسبوع بالكتير كده، والفيديو ايه بيتوافق عليه، ولكن حاليا في الفترة دي وبسبب فيروس كورونا فالموظفين حاليا قاعدين في بيوتهم، يعني في الاغلب مفيش موظفين او يا اما شغالين من البيت، فالموظفين قليلين يا اما شغالين في البيت، فده اللي وضحه اليوتيوب ان ممكن الطلبات بتاعتكم هتتأخر شوية، يعني ممكن توصل لشهر او ممكن توصل لشهرين، فده برضو على حسب الضغط عندهم وعلى حسب الاجراءات اللي هم ممشيينها اليومين دول. المشكلة التانية اللي بتظهر ان عدد المشاهدات قليلة جامدة شوية، يعني عدد المشاهدات بدأ ان هو قل او عدد المشاهدات بمعدل كبير برضو شوية، وده عن طريق ده بسبب ان بعض المشاكل اللي دلوقتي موجودة في اليوتيوب، لان دلوقتي مفيش موظفين شغالين على حل المشكلات، وبذلك اليوتيوب بيعتمد على الحل الروبوتي شوية، يعني مثلا دلوقتي حاجات كلها حاجات بتعدل حاجات روبوتية لدى اليوتيوب، يعني مفيش اشخاص بيخشوا يصلحوا الحاجات، فبدي بكده ممكن يظهر عندك شوية المشاكل دي، رغم بالعكس جدا في قنوات قالت ان المشاهدات عندها زادت جدا وبقت القنوات كويسة جدا وبتحصل على مشاهدات كتيرة جدا، يعني في ناس بتقول ان المشاهدات قلت جدا وفي ناس بتقول ان المشاهدات زادت جدا، وده بسبب شوية المشاكل الموجودين في اليوتيوب اليومين دول، تمام؟ فهم دول المشكلتين الكبار الموجودين حاليا، وهم ما يعتبروش مشاكل كبيرة، يعني ان شاء الله المشاكل دي هتتحل في اسرع وقت، وهي مشكلة المراجعة ومشكلة المشاهدات. بالنسبة لمشكلة المشتركين، في ناس كتير جدا بتقول ان المشتركين ما عادش بتظهر عندي او المشتركين ما بتزيدش، وده حاليا ان الاحصائيات بتاعت اليوتيوب حاليا مش بتديك النتيجة الصحيحة،
فلازم هنقعد شويه كده لحد ما النتيجه تظهر، اللي هي النتيجه الصحيحه بتاعه اعلانات، قصدي بتاعه النتيجه الصحيحه بتاعه معدل المشتركين او معدل المشاهدات. وكل ده ان شاء الله ممكن المشاهدات تكون عندك كتيره، بس انت طبعا مش واخد بالك، لان طبعا المعدل اللي انت بتشوفه مش صحيح، وده طبعا اللي الكل بيواجهه، حتى انا برضو بيواجهني المشكله دي طبعا عند كل الناس، او مش في الاغلب اكتريه القنوات بتبقى عندها المشكله دي. وان شاء الله المشكله دي هتتحل في اسرع وقت. وطبعا ما تنسوش طبعا اكتبوا لنا كومنت كويس جدا على القناه عشان ان احنا نختار منهم القنوات اللي هي هتكتب كومنت كويس. تمام، يعني القناة اللي هتكتب كومنت كويس. تمام، اول حاجة انا عايزك عشان نقبلك ان شاء الله، اول حاجة اعمل لايك للفيديو. تمام، بعد ما تعمل لايك للفيديو خش في الكومنت تحت واكتب كومنت كويس، يعني عايزك تكتب كومنت كويس على القناة، يعني من الاخر ما تكتبش دعم دعمني الكلام ده، لا مش عايز كده. اول حاجة انك تكتب حاجة تكون كويسة عن الفيديو، حاجة يعني تكتب كومنت حلو من عندك. وانا هختار قناتين او ثلاث قنوات في الاول كده نبدأ بيهم كحاجة تجربية. تمام، هنبدأ طبعا الاختيار هيبقى عشوائي جدا، مش باختيار، الاختيار عشوائي عن طريق الكومنت كويس اللي ايه هيبقى موجود.